دكتور غاوي. والله الفرقة الموسيقية كانت ممتازة. والله برافو عليكم. ولا حدا بيقدر يحكي أي كلمة عليها. تشيلو، الكمانجات، الناي، الجيتارة، باس، القانون، الإيقاعات والمايسترو حسام، ما في حكي عليهم بالمرة. أنا لازم أحكي على منال. بالظبط. نسيت. لا أنا مش عارف شو بدي أحكي. اليوم حيرونا، والله العظيم حيرونا. يعني الواحد مش عارف حتى الجمل اللي ينقيها، خاصة إنه هاي ميزة هاي الأغنية، يعني هي في جملها الموسيقية المتنوعة وقدرتها على تنويع هذه الجمل الموسيقية بالطريقة اللي غنتها هي اللي أدخلت إبداع الغناء عندها، وخاصة وأنا بقولها ويمكن قلتها من قبل، هذه القدرة على التنفس الصحيح والوساط الصحيح عند القفل وبدء جملة جديدة، هذه حرفية، ومنال حرفية، وعلامتي 15. أستاذ محمد سلطاني من سلطنة، بفرح لما أشوفك وبطرب لما أشوفك تتحركي على المسرح وبتأدي الأغنية بنبرات عاطفية حقيقية وصادقة. مشكلتي مش هون، مشكلتي إنه صوتك مخنوق. صوتك يا منال مخنوق وبتغني من منطقة معينة اللي هي أنا بسميها أكتر من الأنف، منه من القلب والبطن والأوتار الصوتية كلياتها. أنا بنظري فيش عندي مشكلة بالأداء، عندي مشكلة ضيق الصوت. قلت لك يا الملاحظة بعتقد بالمرحلة الثانية مش بالثالثة، لأنه بالثالثة ما لاحظتهاش، إسا عودت لاحظتها كمان مرة. ما هي شغلة ربانية عندي. لازم تعملي شيء. في عنا هون أستاذ باختصاصه ال بتطوير صوت بيشتغل، يعني أعتقد إنه تقدري أكثر من هيك. بقدرش أعطيك علامة كاملة اليوم، بعطيك 14. شوف العلامة 14. ست أمل رح أعطي منال 15. منال بتوحي مثل كتير متسابقين بأنن بحبوا يجتهدوا ويشتغلوا، وأمل كبير بأنها تحسن أكثر وأكثر، عشان هيك أنا بأمن فيها كمان. مجموع كتير حلو، 44 من 45. تقدر تحسني هذا الشيء من خلال طلبك من الجمهور أنه يصوت لك. أول إشي برحب بالجمهور الموجود معنا بالكون، و ان شاء الله تساعدوني شوي لانه انا كثير بحاجه لاصواتكم. ان شاء الله اقدر اكمل عشان افرجيكم اكثر واعطي احسن. شكرا لكم كثير. شكرا لك يا منال. شكرا منال موسى. شكرا لك. هاي كانت مشتركتنا الاخيره منال موسى من دير الاسد، وهدول هن التسع متسابقين اللي شاركوا معنا الليله. شكرا للمتسابقين، شكر كثير كبير لكم جمهورنا. بس بعد سهرتنا ما خلصتش، بعد الفاصل رح نرجع نكمل القسم الأخير من سهرتنا، خليكم معنا. بين الجبل والبحر في حيفا هناك مكان الكل بيزوره، كبار وصغار، مطعم الديار. مطعم الديار في حيفا، ملتقى الأجواء الحلوة والمأكولات الطيبة. حشرب الفنكوش واتفكش، حشرب الفنكوش واتفكش، غيره مشربوش ولا جربوش وانا ما بالوش، بس الفنكوش واتفكش، حشرب الفنكوش. مع فنكوش الحياة ألذ. حملة كلها ستايل. العامر سنة ورا سنة على مدار أكثر من 40 سنة، جودة فاخرة حتى أدق التفاصيل، حتى 50% على جميع المفروشات. العامر
عشرة عمر. ومين ستار القعدة؟ قهوة نخل الأصلية بالأكياس الحمراء، القهوة مدرسي، تحكي قصة ناس. مطعم ذكريات، مذاق يسكر الخيال. حملة العرسان 2010 لدى أزياء عدنان عبدو. اختار اللي بيلبق لك، بدلة وقميص بيير كارداه وقشاط وربطة عمق، بس بألف شيكل إلك. نعم بس بألف شيكل إلك. أزياء عدنان عبدو، الناصرة، الشارع الرئيسي، العين. 04-646-1974. فور سيزنز للسياحة والسفر تعلن عن حملة صيف 2010، رحلة منظمة إلى إسطنبول وبورصة ابتداء من $899، الأقصر، أسوان والغردقة ابتداء من $599، وخاص في فور سيزنز سمر سكول لمدة 3 أسابيع في لندن بأسعار لم يسبق لها مثيل. فور سيزنز، رحلة الأحلام. أثاث بيتك من أساس حياتك، الأصالة والخبرة والجودة والإبداع في التصاميم يلتقيان مع مفروشات النخلة. الجودة شعارنا، مفروشات النخلة بفرعيها الإمغار ومفرق جولاني. مفروشات النخلة، كن ذكيا باختيارك. فيس للنساء والرجال، 18 سنة خبرة في مجال التجميل وعلاج البشرة. معهد جود فيس بيمتاز بالعلاج الصيني الطبيعي توينا وحل مشاكل التواء الوجه بالإبر. عندنا قسم خاص لإزالة التجاعيد وشد البشرة بأحدث الأجهزة بدون حاجة لعمليات جراحية مكلفة. أنا كمديرة لمعهد جود فيس بوعد الجميع بنتائج سريعة ومرضية، وأهلا وسهلا. سلطان، أشهى الأسماك من البحر إلى الطبق، فواكه بحر وأصداف، سكالوب، لوبستر، وبلح بحر طازج، سلطات مبتكرة وشهية، إمكانية حجز للمناسبات حتى 80 شخص. سلطان، متعة وذوق. T&T Fashion. أفخم وأجمل فساتين السهرة في البلاد. T&E شفا عامر، مركز المدينة، 04-95-00-833. لإعلاناتكم بقناة ميكس، اتصل القسم الإعلان من الجليل المثلث ومناطق السلطة الفلسطينية 073-213-9933. الأردن 962-656-76515. ترقبوا إعلان نتائج برنامج نيو ستار كل يوم أحد الساعة 9 مساء. نيو ستار، البرنامج الذي يخاطب قلوبكم ويطرب آذانكم.